السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم هي الوصفه ديال الخميره البلديه، غادي نشاركها معاكم بجميع الاسرار ديالها باش تنجح معاكم هاد الوصفه هادي. شحال من مره شاركت معاكم الوصفه ديال الخبز ديال الدار وكانت كتنقصوا صراحه غير الخميره البلديه، لانني كنت كندير فيه الخميره الفوريه فكانت كتجيني فيه شي حاجه ناقصه ماشي هي هذيك. فبغيت نشارك معاكم هذه الخميره هذه. سبحان الله الخير ديال مولانا عطاه لنا بين يدينا، فعلاش ما نستافدوش منه؟ فيها بزاف ديال الفوائد اللي لا تعد ولا تحصى. فالخبز ديال زمان الى تعقلوه كانت فيه واحد البنه وواحد اللذه، والجدودنا والامهات ديالنا كانوا كيستعملوا غير الخميره البلديه في الخبز ديالهم. وباش عرفوا القيمه ديالها، راها كانت العروسه شحال هذه كتاخذها في الجهاز ديالها، باش عرفوا القيمه اللي كانت عند هاد الخميره البلديه. كذلك تعمدت انني نشاركها معاكم في هاد الوقيته هذه باش ان شاء الله حتى نتوما توجدوها لرمضان. فالحريره ديال الخميره البلديه كتجي لذيذه بزاف وكتجي صحيه. تابعوا الوصفه وفرجه ممتعه. ودابا غادي نوريكم الطريقه اللي غادي نصاوبوا بها الخميره البلديه. غادي نحتاجوا واحد القياس من الدقيق ديال القمح الكامل، غادي نحتاجوا واحد القياس كذلك من الدقيق ديال الشعير. هنا ممكن تعوضوا الشعير بالقمح، يعني ديروا جوج ديال القياسات مثلا ديال القمح، ولا ديروا جوج ديال القياسات ديال الشعير. المهم خصكم ديروا شي دقيق اللي كيكون كامل. ممكن كذلك ديروا هاد الخميره البلديه حتى بالدقيق ديال الذره. صافي تفاهمنا. هنا بالنسبه للعبار ما كاينش شي عبار اللي هو محدد. انا بالنسبه لي غادي ندير هاد العبار هذا باش غادي نجربها اول مره. نتوما بالنسبه ليكم ديروا داك العبار اللي بغيتوه نتوما. بغيتو ديروا مثلا غير كاس واحد تجربوا فيه، بغيتو ديروا جوج كيسان، بغيتو ديروا ثلاثه، المهم على حسب. الواحد ملي كيجي يجرب الحاجه اول مره يدير غير كميه اللي هي بسيطه. المكون الثاني اللي غادي نحتاجوه هو الماء، وهنا الماء من الافضل انه يكون واحد الماء اللي هو حي، يعني نكونوا خليناه 24 ساعه في شي انيه ديال الطين بحال هذه. كذلك غادي نحتاجوا التمر، وهنايا التمر من الاحسن انه يكون بعدد فردي. هادشي بالنسبه للمكونات. اما بالنسبه للطريقه فهي سهله. غادي نجيب واحد الاناء بحال هكذا ديال الزاج، ما تخلطوش في البلاستيك. غادي نضيف الدقيق ديال القمح ديالي، غادي نزيد الدقيق ديال الشعير، وغادي نبدا نكب الماء. ها انتما دابا انا عبرت الكاس الاول، غادي نضيفه بسم الله، وغادي نزيد الكاس الثاني، ها هو، وغادي نخلط ونشوف القوام كيفاش غادي يكون. بسم الله. الناس القدام كيقولوا ان الخميره البلديه ملي كتجيو تصاوبوها من الاحسن انكم تذكروا فيها اسم الله وتصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم باش ربي كيطرح فيها البركه، وان الانسان يخصو يكون على طهاره. وراكو عارفين باش تطرح هذيك البركه، لان الخميره البلديه سبحان الله ما معطياش لكل شيء، كاين اللي كيتبع الطريقه نفسها وما كتنجحش معاه. صافي ها هي. انا بالنسبه لي غادي نخلي العجينه كما راها هكا، يعني استعملنا جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق ما بين القمح الكامل وما بين الشعير، وضفنا كذلك جوج ديال الكؤوس ديال الماء. صافي غادي نخليها بحال هكذا، ما غاديش نضيف لها الماء، بالنسبه ليا هذا الشيء كافي. ودابا غادي نعاود نرجع الخليط ديالي لهذيك الانيه هذيك ديال الطين. من الاحسن الا ما عندكمش بحال هكذا الاواني ديال الطين، صافي خليوها غير هكذا في شي علبه ديال الزاج ولا شي قريعه ديال الزاج، وصافي ما ديروهاش في البلاستيك. اهم حاجه انها ما تكونش في البلاستيك
وإذا كان طين فهذا أحسن. هانتوما العجينة ديالي غادي نخويها هنايا. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صافي الخميره ديالي هاني درتها هنايا، دابا هادي راه غير عجينه، مازال ما ولاتش خميره، ولكن هادي كمرحله اوليه. دابا اشنو غادي نديرو؟ غادي نبقاو نضيفو هنايا التميرات ديالنا، وانا غادي نضيفهم غير هكذا، غادي نخليهم باينين باش غادي نشوف واش هاديك الخميره غادي تصدق وغادي تطلع وتغطيهم. صافي هذه هي المرحله الاولى ديال الخميره البلديه، غادي نستناو عليها 24 ساعه وغادي نعاودو نرجعو ليها لغدا ليه باش غادي نوليو نغديوها. صافي غادي نغطي عليها بحال هكذا وغادي نخليها. اذا هانتوما ملي دازت 24 ساعه على الخميره ديالنا، ها حنا غادي نحلو عليها ونشوفوها كيفاش دايره. هانتوما يعني راه بدات كتطلق كيف ما كتشوفوا هنايا الماء، ها هي. المهم دابا دازت عليها 24 ساعه وخاصنا دابا نغديو هاد الخميره هادي. فشنو غادي ندير؟ انا عندي هنايا كاس نص ديالو درت فيه الدقيق ديال الشعير، والنص الفوقاني درت فيه الدقيق ديال القمح الكامل. ممكن انكم ديروا غير الدقيق ديال القمح بوحدو، اولا الدقيق ديال الشعير، اولا غير الدقيق ديال الذره، ولا تخلطوا، مهم ماشي مشكل. اذا غادي نضيف انايا هاد الدقيق ديالي هنايا وغادي نخلط الخميره ديالي بحال هكذا. ودابا دازت 24 ساعه على الخميره من بعد ما غديناها، غادي نحلو عليها دابا وغادي نشوفو داكشي كيفاش راه داير. هانتوما تشوفو، المهم دابا مع الجو اللي راه بارد اكيد ان الخميره ديالنا ما غاديش تطلع لينا دغيا دغيا، ولكن هانتوما شوفو شوفو كيفاش راه تولي، شفتو؟ هانتوما سمعوا سمعوا واحد الصوت، شفتو؟ هانتوما دوك التميرات ديالها هما راهم هنايا في الداخل. شوفوا هو لو كان كان الصيف زعما وكانت الحرارة كانت دغيا غادي تفاعل هاد الخميره ودغيا غادي تطلع، ولكن دابا ملي الجو بارد فصعيب ان الخميره زعما غادي تطلع لكم دغيا دغيا، ولكن انا راني صابره عليها. شفتوا انا ما رانيش عواله زعما عليها دابا، دابا غادي نعطيها الوقت ونعطيها الخاطر، وغادي نبقى نصورها لكم هكذا كل نهار باش تشوفوا شحال المده اللي غادي تاخد معايا. الو انا دابا في هذه المرحله هذه اشنو غادي ندير لها؟ غادي نزيد ليها نصف كاس فقط هذه المره من الدقيق ديال القمح. صافي غادي نعاود نخلط وغادي نردها، ملي نغطيها نحطها حتى غادي نشوفوا هذه الخميره ديالنا من بعد كيفاش غادي تفاعل وكيفاش غادي ترجع. ها انتم شوفوا معايا، انا درت نصف كاس ديال القمح خلطته مع الماء وغادي نضيفوا عليها، ما غاديش ندير القمح بوحدو لان العجينه ديجا راه عندي ثقيله. دونك انا باش غادي نعاود نغديها اليوم، غادي نغديها بنصف كاس ديال الدقيق ديال القمح مع الماء، وصافي غادي نضيفها لهنايا لهاد الخميره ديالي، نضيفو بحال هكذا وحنا كنخلطو.
ودابا هذا النهار الرابع اللي غادي نشوفوا فيه الخميرة ديالنا البلدية فين وصلات. والمفاجأة شوفوا هانتوما، شوفوا كيفاش الخميرة ديالنا تفاعلات وعلات حتى هذاك الغطاء ديال هاد الإناء هذا ديال الطين. فكيف ما كتشوفوا ها هي تبارك الله، غادي نعريو عليها دابا ونشوفوا. تبارك الله وصل على النبي. هانتوما شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، لان هذوك الحبات ديال التمر اللي كنديروا فيها سبحان الله هما اللي كيخليو ان هذيك الخميره تفعل. وكذلك واحد النصيحه اللي ننصحكم، الخميره البلديه عمركم ما تعجنوها بالفرينه او بالدقيق البيض ابدا، لان الخميره البلديه لازم ما يكون فيها الحبوب الكامله، هذاك الشيء اللي كيخليها تصدق. وكذلك اللي بغى يصاوبها بالدقيق ديال الذره ممكن يدير الدقيق ديال الذره او الشعير او القمح الكامل كيف ما سبق لي وقلت لكم. صافي شوفوا الخميره ديالي تبارك الله وصل على النبي، ها هي شفتوا البارح فين خليناها، راه كانت هابطه واليوم ها هي طلعت ما شاء الله. هذا راه خير كبير وفضل، فضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى. الخميره البلديه كيف ما كيقولوا الناس القدام راه ما كتصدقش مع اي واحد، ولكن جربوها الطريقه راه اكيد غادي تنجح معاكم. جربوها كيف ما عطيتها لكم واكيد اكيد انها راه غادي تنجح. هاي تبارك الله مازال كتفاعل ومازال كتحرك غير بوحدها. فشنو شوفوا 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 ما شاء الله، شوف هانتوما ما شاء الله ما شاء الله، ها شوفوا الخميرة تبارك الله سابقة تفاعلت مزيان مزيان. هاهي صافي بحال دابا انا اليوم الا غادي نعجن بيها غادي نعجن بيها بحال هكا، الا ما غاديش نعجن بيها شنو كندير، كنضيف لها ملعقه واحده من الدقيق ديال القمح صافي وكنخليها لغدا ليه. تبارك الله راه فين كتلقاوها عاوتاني، لان هي ملي ما كتغديوهاش كتموت صافي، ما تبقاش صالحه يعني. فالا بغيتوها تطول معكم لازم انكم كل نهار تسدو لها واحد المعلقه هكذا ديال الدقيق ديال القمح ولا ديال الشعير ولا ديال الذره اللي كان موجود، الا الدقيق الابيض هو اللي ما ديروش وما تستعملوش. اذا الخميره البلديه راه كدار بعده طرق، انا اليوم شاركت معكم الطريقه ديالي اللي جربتها بالتمر، غير بغيت نقول لكم انني مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخبز بالخميره البلديه الا كنتم مهتمين بطبيعه الحال. كذلك غادي نشارك معكم الحريره بالخميره البلديه، بما ان سيدنا رمضان قرب فالله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالهنا ان شاء الله، والله يخلينا على خواطرنا. ومازال ان شاء الله نزيد نشارك معكم العديد من الوصفات اللي هي صحيه، نطلب الله انه يعاونني ويقدرني، لان صراحه عندي ضيق الوقت، ولكن كنحاول انني الحاجه اللي كنشوفها انها يعني مفيده ليكم فغادي اكيد انني ما غاديش نبخل بها عليكم وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. اعطيت لكم يعني جميع الاسرار، نتمنى انكم تجربوها وانها تنجح معكم، ونتمنى كذلك ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، هذا خير كبير من عند الله سبحانه وتعالى نستغلو علاش لا، راه فيها العديد من المنافع الصحية. نتمنى لكم الحظ الموفق، والى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة جديدة، الى اللقاء.